اليوم أستطيع أن أردد هذا الدعاء. اللهم أعد علينا شهر رمضان، أياما عديدة وأزمنة مليئة. اليوم أستطيع أن أصنع بطاقة شكر لأمي على جهودها معي. أستطيع أن أرتب غرفتي دون أن يطلب مني ذلك. اليوم أستطيع أن ألقي التحية، وأنا أتشارك ألعابي مع أختي. الله أكبر. اليوم أستطيع أن أعتني بحيواني الأليف في المنزل. أنا أساعد أمي في خلط الزهور.